مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبداية مثل العادة منبلش بالمعلومة. رح بلش بموضوع الكهرباء خصوصا بمنطقة المينا. فشركة كهرباء قديشة أصدرت بيان حول انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة المينا، بتقول فيه على أثر احتراق محطة المينا الإقليمية يلي بتغذي المدينة بكاملها بالمينا بالتيار الكهربائي، وانقطاع التيار بشكل تام عن المدينة. تعمل الفرق الفنية في الشركة ليل نهار وتبذل أقصى جهودها تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المدينة. بالنسبة لأوجيرو كمان أعلنت هيئة أوجيرو أن هناك جهة مشبوهة تبث عبر بعض قنوات التواصل الاجتماعي وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع خبر كاذب مفاده أن هيئة أوجيرو أعلنت تعرضها لهجوم سيبراني ما أدى حسب زعم إلى توقف خدمة الإنترنت في لبنان. ونفت أوجيرو هذا الخبر نفيا قاطعا وأكدت أن خدمة الإنترنت تعمل بشكل طبيعي على كل الأراضي اللبنانية، وحثت المراجع القضائية والأمنية المختصة على معرفة هوية الجهة التي تقف خلف بث هذا الخبر الكاذب، والتي ربما لا تقصد به تهديد مصلحة أوجيرو بل تسعى لتهديد الأمن القومي اللبناني عبر إحدى أهم ركائزه وهو قطاع الاتصالات. وتمنت أوجيرو على المواطنين عدم الإصغاء لأي أخبار يراد تسببها أو نسبة إليها إن لم تكن صادرة عن قنواتها الرسمية المعتمدة. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 وبالبداية متابعات. بمتابعتنا نحن تلقينا عبر تواصل فيسبوك الحل عنا كتاب من سيدة بتقول هن مزارعي تبغ، ومؤخرا صدر قرار بتوقيف رخص زرع التبغ لمن ليس مقيم في قريته أو ليس هو مقيم وليس لمن هو مقيم وليس مزارع، وهذا إشحاف وهناك تفاصيل. حبيت ضوي على هالموضوع لأنه بعرف كتير عائلات بتعتاش من زراعة التبغ خصوصا في الجنوب اللبناني. مع رئيس النقابة ورئيس اتحاد العمال العام بالإنابة حسن فقيه، يعطيك العافية رئيس. يسعد مساكي ست ربيكا، أهلا فيك رئيس. طبعا مزارعي التبغ بينتظروا هالنبتة حتى يعتاشوا كل السنة، شو هو القرار اللي صادر؟ وبالتالي يعني هناك أمثلة عديدة ياريت أنه بتوضحها للمشاهدين. يعني اول شيء بتعرفي حضرتك انه خلال فتره وسنين حرب صار في ضرب للملكيات الكبرى، كانت الرخص الموزعه في الجنوب وباقي المناطق اللبنانيه، كان في ناس بتملك 100 دلم وناس بتملك 50 دلم وناس 70 دلم، كانت موزعه بطريقه عشوائيه. صار في قرار كبير يوما من دولة الرئيس نبيه بري انه هذا الموضوع لازم يتضبط ولازم ندعم المزارعين الموجودين على خطوط التماس. انا ذاك بتعرفي كان بعد العدوى الاسرائيلي موجود على الجنوب. نعم. فتم توزيع رخص عباره عن 5 دلومات على 5 دلومات لكل اللي ما عنده الرخص، واغلب اللي ما عنده الرخص وخاصه في مناطق اللي كانت انا ذاك تسمى منطقه الشريط الحدودي. نعم. يومتها على اساس انه كل واحد بياخذ الرخصه، ومن شرط اخذ هذه الرخصه او الاذن الزراعه ان يزرع هذا الموسم هو وعائلته. نعم. وهذه زراعه بلديه، يعني زراعه مش مثل اي مصنع كبير مثل اي شركه صغيره، يعني بده يشتغل الرجال ومرته مدامته ولازم بده يشتغلوا فيها بالصيفيه، لانه بتعرفي هذه موسمها 3 اشهر بلش تقريبا اول حصيران وبينتهي الشغل فيها تقريبا بتموز باخر تموز، ومن ثم بتعود العائله الكبار بيشتغلوا فيها، يعني ما بيستاجروا يد عامله خارجيه على هذا الشغل، وبيطوروا كل واحد 7 ملايين 5 ملايين، يعني شيء حد ادنى تقريبا لكل عائله،
في عوامل مساعدة، إذا كان في شيء موظف صغير بالبيت، إذا عنده بقرة، إذا عنده معزيتين، بعرف المزارعين هون عندنا في الجنوب وباقي المناطق اللبنانية. تكثف لدينا في الآونة الأخيرة إنه سمت هناك عم يشغلوا سوريين، ما يشتغلوا هم، عم يشغلوا سوريين أو عم يدمر السطن لناس آخرين. رخصة عم تعطى لصاحب العلاقة حتى يعيش منها صاحب العلاقة. نعم. إذا بده يضمنها لآخرين، حتى إنه يعني هلا في ناس أحيلت على الجيب العامي، لقينا بعض إخواننا السوريين النازحين زارعين 50 دولوم 70 دولوم وبيبيعوهم للمزارعين اللبنانيين. فأجت الريجي وبعد كلام بيننا وبين الريجي كبير بين النقابة والريجي إنه حصرا هذه الرخصة لصاحب العلاقة. بصير يعطيها إذا واحد قاعد ببيروت قال إنه لا بيقدر يعطيها لخيه، بيقدر يعطيها لإبنه اللي قاعد بالضيعة. يعني نحن بتعرف يمكن من كم يوم كنا عم نحكي مع بعضنا ست ريبيكا، مزبوط، كنا عم نحكي عن الماء المتوازن، كنا مزبوط، عم نحكي عن دمية الأرياف، صحيح، عن دعم الدولة لوجود الناس بالأرياف. يعني هذا الموضوع. نعم. لن تقطع أي رخصة عن أي مزارع على الإطلاق، ويستطيع أي مزارع إنه يعطيها أو لإبنه أو لبنته أو لخيه أو لجاره مثل ما بده. بس المزارع الذي لا يحسن هو وعائلته كاملة البلدة بده يسمح لنا، لأنه هذا الموضوع، لأنه اللي ما بيقنوا البلدة عم بقولوا هني موجودين ببيروت بسبب المدارس. بعدين احدهم عم بيقول لي، احد المزارعين عم بيقول لي الرخصه بتطلع حوالي 3 ملايين. يعني لا يعني قال لي ليك شو قايل لي، مجمل مبيع محصول رخصة واحدة هو 3 ملايين ليرة لبنانية فقط، ونصف هذه القيمة أي 1.5 مليون هو بدل أتعاب وكلفة مزارع. كيف بده المزارع يعيش السنة كله ب1.5 مليون ليرة؟ شوفي يا سيدتي، أنا يعني إحنا هلأ ما بدنا نجمل كثير للريجي، بس الريجي إحدى أهم المؤسسات الوطنية اللي شكلت يعني هذه الشدة. أنا بعرف على الأقل بالجنوب شكلت مثل خشبة خلاص 100% تقريبا عم يفوت 60 مليار ليره على 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 الجنوب. ده على الاقل انا راح اعطيك 3 ضياع عندنا بالجنوب. عيطرون مرماش مثلا، عيطه بفوت عليها تقريبا 3 مليار فاصلة، عيطرون بفوت عليها 3 مليار فاصلة كل سنه، عم بحكيكي ارقام انا، ورماش بفوت عليها 4 مليارات فاصلة. نعم. أنا بعتقد هلا صحيح في حاجة وما في فرص عمل، واللي كان عنده عائلة وحدة صار عنده 3 عيال، يعني صار عنده أولاد سواس كمان بيحبوا يعيشوا. في عندي سؤال ثاني كمان مطروح، هو إنه منع أي مزارع تعدى سن 65 من امتلاك أي رخصة، وكأن الدولة قايلين اللي بتأمن له معيشته مع سن التقاعد، معروف اللبناني يعمل لآخر يوم من حياته، هل صحيح لا إنه لا تعطى رخصة لمن؟ لا 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 لا، هذا موضوع غير صحيح على الإطلاق. يستطيع أن يزرع بعدين هو بعده عايش. ست ريبيكا، نعم، ما دامه عايش بيقدر يحصل على رخصة وبيقدر يزرع وبتضل الرخصة باسمه، ما عنده ولا مشكلة أبدا. هذا موضوع. وأنا بالمناسبة بقول لي إذا بدك حطي رقمي تحت الهواء، مين بحب من المزارعين عنده مشكلة إلى متابعة خاصة، أنا أتواصل مع الأستاذ نصير ومع الموظفين المعنيين بالريجي وبنحل هذا دورنا وهذا دورنا وهذا واجبنا. أكيد. أنا بدي أشكرك رئيس النقابة وهو كمان رئيس اتحاد العمال العام بالإنابة حسن فقيه. بعتقد صار واضحة عند كل المزارعين إنه ما دامه على قيد الحياة وقادر يشتغل بيقدر ياخذ رخصة منا محصورة بسن، وحتى الأخ أو الإبن بيقدروا كمان. إنما يلي موجودين خارج الضيعة ويلي ما عندهم أي بقى يعني حدا من أقاربهم عم بيقوموا بهالزراعة، الأفضل إنه يعطوا الأهمية لغيرهم، لأنه هالنبتة بتعايش منها أكثر من العائلات اللبنانية. فقط اللبنانية يعني ما تكون لأجانب عم ياخذوا ويستثمروا ويزرعوا هالنبتة هيدي. عنا اتصال. ألو مرحبا. يعطيك العافية مدام ريبيكتا. أهلا. بدي أقولك أنه أنا قربت ورق للضمان الصحي من فترة. نعم. رشتات بيطلعوا ب800 تقريبا أو 900. نعم. أعطونا وقت أنه بتاخدوهم بعد 3 شهور. نعم. رجعوا أجلونا بعد 3 شهور. ماشي الحال. لما رحنا للقبض الملغية. ليه؟ طب ليش ملغية؟ قال
لأنه التاريخ بلون ووصفات الدواء بلون تاني. طيب أعطونا الورقة، ما بدهم يعطونا إياها يا عمي، ما هيدي معتمدة، الروشتة اللي أنا جايبتها معتمدة من جامعة الأمريكية ومن طبيب معروف. طب لا رجوا يرجعوا لي الورقة، لا راجع فيها إدارة المستشفى ولا خلوني شيء أبدا، قال بس خلص روحي ممنوع، خلص ما في تشوفي شيء بقى. ولا عطوني الورقة ولا رجعوا لي شيء. طيب. لحتى راجع فيها. طيب نحن رح راجع المدير العام للضمان فيها، بس بدي منك تعطيني رقم الضمان تبعك و حتى نشوف هنا انت ايمتى قدمتيها وباي. من شهرين رفضوا لي اياها هي، وانا عم بحاول اتصل فيكم وما عم بيعلق الخط. طيب باي مركز رفضت؟ بمركز بير العبد. ما عندك ولا صوره عنها ولا شيء؟ لا لا ما رضي يعطوني شيء ابدا. طيب تركي لنا رقم التليفون عندك حدا نتواصل مع المدير العام ومنشوف شو بنقدر نساعدك. ماشي، اهلا وسهلا فيك. ماشي، عنا فاصل ومنتبه. تابع الحلقة لنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. الو الو، مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية مدام. اهلا، لو سمحتي بس بتضوي على شغلة اذا بتريدي. نحن في عنا ارض بالجنوب قاعدين فيها اليو ام. نعم. فدفعوا لنا مرة او مرتين وهن المصريات موجودين يعني، والدولة ما عم تدفع لنا يعني. وبتعرفي في كثير ناس مثلا لما بيقضوا اليو ام بارض مفروض ان ياخذوا البدل الاجار اللي حاطينها اصلا سعر الدوله، يعني مش مصادره هي. ايه نعم، اجار الدوله بتسدد عنهم، بتسدد عنهم. بس بعتقد يمكن انه اليوان كل سنه بسنتها بيدفعوا لهم اياها سلف مسبق، بعتقد هيك انا. نعم، نحن دفعوا لنا مرتين وصار لهم الحديث هلا 6 سنين او هيك 7 بعد ما اعطونا شيء منهم. اوكي، بتمنى عليك اذا بتريدي يعني هيدي مني ومن كثير ناس يعني. نعم. عم بيطالبوا فيها، فاذا بتريد تطولنا على هالموضوع شوي صغير ونقدر انه نعرف ليه بقولوا المصريات عند الجيش وجاهزين بس ليه ما عم يعطونا يوم، ما بعرف. اوكي، من بعد امرك. اهلا وسهلا فيك، تكرم تكرم. اهلا وسهلا فيك. وزير الصحه العامه جميل جباق اعلن وزاره الصحه خالي من التدخين، ولفت لخطوات بيتم اتباعها لبدء بتطبيق القانون 174 المتعلق بالحد من التدخين، ومن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع التدخين في الأماكن المقفلة، رفع أسعار المنتجات التبغية للحد من شراء هالمواد المضرة، ومنع بيع المواد التبغية لمن هم دون 18 من العمر. فقط للتذكير. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا. ايه مرحبا. مرحبا مدام ربيكا. نعم، انا في عندي مش شغله بدي استفسر عنها. تفضل. بالنسبه لترخيص البناء تبع البلديات. نعم، تيجي نحن في وزير الداخليه بيعطي تراخيص لل 150 متر. مزبوط، تراخيص لل 150 متر وبيحصلوا عليها. نعم، بقى التنظيم المدني ما بيعترف فيها، ما بيعترف بهذا الترخيص. مزبوط، والتنظيم المدني هو إدارة تابعة لوزارة الداخلية. صحيح، يعني أنا مرة رئيس تنظيم مدني كان موجود بالاستوديو وقال هالتراخيص هيدي ما بتعترف فيها، ما بيعترف فيها تنظيم المدني إطلاقا، ودائما كانت تعطى تراخيص من قبل وزير الداخلية أو من قوى الأمن الداخلي. هلأ حاليا واقفة. واقفة، بس نحن إذا بتحب حاليا واقف، بس إذا بدك يعني إحنا بنستوضح، بنرجع من رئيس مدير عام التنظيم المدني إنه ليه ما بيعترفوا فيها وشو لازم تعملوا بهالحالة. أوكي؟ يعني بوعدك بنعمل شيء بهذا الموضوع. يعني بقدر جاوبكم، رح أتواصل مع التنظيم المدني لنشوف ليه، يعني إذا كانت عم تصدر من مؤسسة رسمية ليه هن ما بيعترفوا فيها. يا كمان شو دوركم انتو كمواطنين استفدتوا من هالقرار هيدا. كمان اتصال. الو الو، اهلا. ألو. اهلا، يعطيك العافية. اهلا، ممكن نحكي مع مدام معك؟ تفضل ربيكا. أيوة. معك تفضل. ايه اذا بتريدي بس، لانه كنت بنقلها بخصوص في كلاب شاردة بمنطقة شويفات. ايه
يعني كتار. صرنا حكيم مع البلدية أكثر من 10-15 مرة وما عم بردوا علينا. ما هيدا موضوع الكلاب الشردة. طيب هلا إذا عملوا شيء بيصيروا يطلعوا على الإعلام لك شو عملوا لهم لك شو سووا. ما هيك مثل ما صار بعنجر مرت الماضي وغيره. أصلا في ناس مضايقة كثير منهم. أكيد. ليك رح أتواصل ما بلت شوي فيت لشوف إذا عندهم تواصل مع مع الجمعيات اللي تعنى لأنه هالجمعيات ما عم بتلحق يعني ما عاد في أماكن يمكن ما بعرف. لقلك شو قالت البلدية. شو قالت لك؟ قال نحن عم نعمرهم مزرعة وبدأ شي 15 يوم 20 يوم لتخلص. طيب. من أنت شهر ونص. طيب خليني أنا أستوضح لك وين صارت هالمزرعة أو شو الحل اللي شايفته بلدية الشويفات وشارع الطير والأمارة. تكرم عينك. أهلا وسهلا فيك. باخد كمان اتصال. ألو. يعني موضوع الكلاب الشاردة مشكلة لا فينا نقوصها ولا فينا نأذيها ولا فينا نقرب عليها. وإذا لا سمح الله هجمت على أي ولد أو أي شخص كان صغير ولا كبير ما نركض دغري ونقوص الكلب. إنما أكيد ناخد اللي تعرض دغري لمستشفى والكلب كمان بده فحوصات لمعرفة إذا كان في يعني شيء لا سمح الله بيأثر على مرض الكلب يلي كلنا مريت بيؤدي لوفاة. من هيك الناس لأن صار في عدة حوادث بلبنان وأعلن عنها صارت الناس كل ما شافت كلاب شردة بتخاف وبتبعد. والدليل إنه بعد الحوادث عم تتكرر. ما بعرف قد ايه جمعية الرفق بالحيوان عندها الإمكانات أو عندها الاستعداد إنها تاخد كل هالكلاب هيدي. من هيك بنصح البلديات تتواصل معها حتى يشوفوا كيف بدهم يحموا الناس من هالكلاب اللي اسمها بدل عليها اسمها شاردة يعني منا مطعمة ولا إلا إذا كانت البلديات بتطعم هالكلاب بصير موضوع آخر ولكن مكلف إلا إذا كان في دعم من وزارة الزراعة أو وزارة الصحة. إذا في اتصال رح أخده قبل ما نروح على صورة اليوم. ألو. أهلا مسيو. أهلا يعطيك العافية. مدام أنا متصادف عنا مشكلة بالنسبة للمعاشات شركات خاصة كل 20 شهر بيقضونا مدرسية. نعم. المدرسية تبعونا كمان ما بيقضونا لبعد يعني في تأخير بقبض المنح المدرسية وفي تأخير بالرواتب الشهرية. أيوة يعني نحن لازم نقبض 5 شهر يعني بيقبضونا 20 شهر. هيدا موضوع عم بيأثر على شو؟ عم بيأثر على التزامات معينة سندات أو لكن هلا نحن البنوك ساحبين كارد يعني كل شهر عم ندفع فلوس للبنك. نعم. هلا يعني والمدرسة وما فيك تعني ما فينا نعمل اي شيء ما فينا نحكي مع حدا اي شيء. واذا بدك تحكي بيقول لك عجبك اشتغل ما عجبك الله معك. نحن حولتنا بالويل ما عارفين مين بدنا نشتكي ما عارفين مين بدنا نروح نقول. نعم. وشغل هلكينا بالشغل هلكينا هلاك اي غلطه بناكل انذار وخاصه من المعاش وقصه طويله على الانذار. معك حق يعني صار مثل ما بعرف إذا هي موضة ولا هي إلى أسباب ما بقدر أنا جاوبك أكيد. بس هذه ظاهرة ما كنا نشوفها هلأ صرنا إلى أكثر من سنتين عم نلمسها خصوصا عند القطاع الخاص. هلأ مثل ما قلت المهم الواحد يضام يقبض راتبه لأن ما رح يروح محل الراتب ولكن إذا كان في التزامات مع المصارف مصارف ما بتنطر هيدي المشكلة. من هيك كل يلي عم ياخذوا قروض دائما ما عم يعطوا انه يدفعوا اخر الشهر عم بيحاولوا مع المصارف ياخروا شوي كرمال تا يتسنى لهم يعطوا مجال اكثر للشركات او المؤسسات يلي بيشتغلوا فيها. بس يلي اوريدي كانوا اخذين القرض اكلوا يعني ما كانوا متوقعين. معك حق يعني هون بده والبنوك ما عم تعمل تساهل يعني لانه كله مبرمج على الكمبيوتر على الوقت حتى اقساط المدارس هيك مبرمجه ما عاد تدفعها بالادارات صرت بدك تروح على المصارف ويلي بتاخر بتفوتر على $100 اذا مش اكثر تاخير. هيدي مشكله بفهم هيدي مشكله صارت. هلا هيدي بترجع لمسؤوليه كل مؤسسه انها تعرف انه نحن عايشين بلبنان بالنتيجه ما حدا بيرحم حدا للصراحه على امل انه تنتظم ماليه الدوله وتنتظم الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشه عند الناس حتى تقدر الى حد ما تقوم بواجباتها وطبعا تنال حقوقها. عنا صوره اليوم.
صورة اليوم هي صورة مرمخية اللي هو طبعا رئيس الملائكة، وطبعا نحن نتوجه بالمعايد لكل اللي بيحملوا اسم خايل أو ميشيل أو ميشلين، منه فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، رئيس مجلس إدارة مدير عام الام تي في ميشيل المر، وكل من يحمل هذا الاسم بنقول له كل عيد مرمخيل وانت بألف خير. بعطيكم موعد نهار الاثنين، ودايما عبر الام تي في الحال عنا. إلى اللقاء.